بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في شركة آفاق التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي، حاسب 2، وحدة قواعد البيانات، تدريب الاستعلام. تعالوا معنا الآن نتعرف على أهداف الدرس. الهدف الأول، سنتعرف على خطوات إنشاء الاستعلام في برنامج ليبرا أوفيس بيس. والهدف الثاني، سنتعرف على المعايير في الاستعلام وخطوات تنفيذ المعايير. الآن سنذهب إلى البرنامج. أنشأنا في المرة السابقة الجداول، سنذهب إلى الاستعلام. سنختار استخدام المعالج لإنشاء الاستعلام. هنا ستظهر لنا طريقة تحديد الجداول، أي جدول سأختار، سأختار جدول الطلاب، أي حقل سأختار. إذا وقفت على حقل واحد ممكن أن نختار حقلا بحقلا، ولكن في هذه المرة ممكن أن نختار كل الحقول. سنضغط على التالي. في هذه النافذة يحدد فيها ترتيب الفرز، هل هيكون ترتيب الفرز حسب رقم الطالب أم اسم الطالب أم تاريخ الميلاد. نجعله ترتيبا حسب رقم الطالب مثلا، ثم نضغط على التالي. في هذا شروط البحث، هل عاوز أبغى إن أنا في شروط محددة ولا لا، خليها بعدين هنرجع لها إن شاء الله. التالي، ثم نضغط على التالي. تعيين الأسماء المستعارة إن رغبت، يعني ممكن نغير في هذه الأسماء نجعلها كما هي. التالي، ثم نختار إنهاء. هذا شكل الاستعلام، استعلام ككل. طيب نرجع مرة أخرى، يبقى دي طريقة إنشاء استعلام. لو وقفنا على الجداول نذهب إلى الجداول، مجموعة الجداول. لو وقفنا على الاستعلام تظهر لنا الاستعلامات. هنا لكي نغير في المعايير او الخصائص حاجة الاستعلام، وهو الهدف الثاني. احنا عرفنا الهدف الاول وهو انشاء الاستعلام عن طريق الضغط على استخدام المعالج لانشاء الاستعلام. هنا سنتحكم في طريقة تغيير المعايير عن طريق الضغط على زر الفار الايمن، ثم الضغط على تحرير. مثلا لو أردنا أن ننشئ استعلاما محددا بمعيار محدد، وليكن مثلا طلاب اللي هو الطلاب اللي سنهم 16 سنة، هضغط أو هكتب هنا 16 في خانة العمر، أضغط على إغلاق، أقول له نعم. لو ذهبت إلى الاستعلام سيأتي بالطلاب 16 سنة، أعمارهم 16 سنة فقط. طيب لو حبينا ان احنا نرجع نحذف المعيار اللي احنا حطيناه، هنروح لتحرير ونحذفه ونشيله، ونكتب في اسم الطالب مثلا الطلاب الذين يبدأ اسمهم بفيصل مثلا. ذكر نعم، سبيل الاستعلام، وبالتالي يظهر طالب فقط وهو فيصل وبياناته كما بالشكل. الآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وهو التعرف على خطوات إنشاء الاستعلام والتعرف على المعايير في الاستعلام. أنبه إلى ضرورة الدخول على قناة آفاق التعليمية على اليوتيوب لمتابعة باقي الدروس. وإلى لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.